السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية برضو، وهو مجموعة من الأسئلة اللي بتخص موضوع البي أو بي تيست. نبدأ مع بعض كده مجموعة من الأسئلة، والسؤال الأول بيقول لك What must you do if a will barrier element fails a pressure test؟ إيه اللي حضرتك لازم تعمله لو حصلت عندك في element، يعني barrier element، يعني مثلا البي او بي ولا الانيولر ولا حاجه فشلت ما عدتش البريشر تيست، لازم تعمل ايه حضرتك؟ يبقى you must document the problem with بي او بي equipment and the actions you take sorry and the actions you took to correct the problem. يبقى السؤال رقم ايه هو الاجابه الصحيحه؟ طيب السؤال رقم اثنين بيقول لك ايه؟ After pressure testing بي او بي pressure have to be bled through ايه؟ ها قلنا through the needle valve. Through needle valve. طيب السؤال رقم ثلاثة بيقول لك هنا اختار اجابتين صح، يعني بيقول لك ايه؟ Why should the side outlet valves below the test plug be kept in open position while testing the surface بي او بي؟ ليه لازم البلوفه بتاعه التيوبنج هيدز بول اللي هي الاوتر بتاعتها او بتاع البريدن هيد لازم تبقى مفتوحه اثناء ما انا بعمل بريشر تيست؟ قلنا اختار اجابتين ولازم الاجابتين الاثنين يكونوا صحاح. يبقى رقم دي تو مونيتور ذا انيولس فور بلاج ليكج، ثاني حاجه تو بريفنت بوتنشال دامج تو ذا كيسنج اور ذا فورميشن. يبقى الاجابه الصح رقم دي ورقم اي. طيب السؤال رقم اربعه When testing the BOP stack with a test plug or cup type tester, why is pressure communication maintained from below the two to the atmosphere? ليه لما باجي اعمل تيست على البي او بي سواء اذا كان الكاب تيست بلاج او كاب تيستر، ليه البريشر تيست كوميونيكيشن مينتيند بيحفظ بيلو فروم بيلو ذا تو اوف ذا تو ذا اتموسفير؟ خلاص يبقى ليه الكلام ده؟ يبقى to avoid potential damage، يبقى لازم انا اكون فاتح البلوفه عشان امنع اي دامج للكيسنج او للاوبن هول. خلاص كده يا جماعه؟ طيب under what circumstances، يعني تحت اي ظروف the cup type tester would be used in preference to the test plug when testing the surface BOP stack؟ نقول الكب تيستر بتبقى فايدتها ان انا بعمل تيست بيها على الويل هيد، فبنقول هنا When you require to test entire casing head outlet and casing to the well head seals. يبقى حضرتك اهو الاجابه رقم بي هي الاجابه الصح. طيب السؤال هنا بقى رقم ستة بيقول لك ايه؟ بيقول لك the body of the new BOP is given a hydrostatic body or shell test. كل ده اسمه تيست، body test او shell test او كل ده. After manufacture. If the BOP has rated working pressure 15,000 يعني أكتر من 10,000 يبقى لازم 150 بي اس اي 150%، سوري. What hydrostatic body test is required according to ABI recommendation؟ بنقول إن هو بيساوي 150% مضروبة في ال 1000 ال 15,000 يديك الرقم ده هو 17,000 و سوري آسف يديلك 22,500 يديك 22,500 خلاص 150% مضروبه في 15,000 يديك 22,500. طيب السؤال السابع How often او how often should all put operational wait a minute. بيقول اهو How often should all operational components of the surface BOP stack equipment systems be function tested according to the ABI. بنقول لك ما يعني العدد اللي هو at least قلنا ايه at least once a week، ده الكلام ده انت يا جماعه لو هو function test او function test يبقى على الاقل مره في الاسبوع. طيب سؤال رقم 8 بيقول ايه؟ What is the suitable pressure and frequency for testing stab in valves؟ واختار اجابتين. قلنا الستاب ان فالفز ده يا جماعه بيتعامل زيه زي الرام بي او بي بالظبط، يبقى هتبقى الاجابه السليمه هتبقى الاجابتين الصحاح يعني same value for testing بي او بي،
وسيم فريكوانسي فور بي او بي تيستس يعني ماشي. طيب السؤال رقم 9 بنقول to what pressure should the stab and valve be tested for the subsequent tests؟ لأي مدى أو لأي بريشر لازم الستاب ان فالفز يترفع للسبسيكونت تيست؟ قلنا 100% زي الرامة، يبقى الإجابة رقم سي هي الإجابة الصحيحة 100% رام. طيب بيقول طيب سؤال رقم 10 What is the minimum rated working pressure for a test pump suitable for testing 15K؟ قلنا 15K يا جماعة، يبقى الإجابة الصحيحة إنه لازم يكون أعلى من ال 15K ده بما يعادل ال 80%، يعني حضرتك المفروض تكون على الأقل 20K. طبعا الإجابة دي ناقصة، يبقى المفروض إنها 20K، وده إجابة السؤال ده ملغي يا جماعة، إنه لازم يكون على الأقل 20K ماشي. السؤال رقم 11 بنقول after performing drawdown test a pressure on the accumulator gauge went down to 1160. الاكوموليتور يا جماعه المفروض ان هو بعد ما بخلص الدرو داون بيبقى 1200. And after 15 minutes of waiting the pressure built up above 1200. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى التست اكسبتبل. خد بالك ان الاي بي اي بيقول لك تقف 50 دقيقه لحد ما تشوفه هيطلع، ممكن يطلع لحد 1200 ولا لا. تقف في سوري اسف 15 دقيقه، اسف 15 دقيقه. يبقى بعد 15 دقيقه تبص عليه. طب لو 15 دقيقه ما جابوش يقول لك اقف كمان 15 تانيين. يعني ممكن توصل لنص ساعة؟ ممكن يا فندم. طيب السؤال رقم 12 After pressure testing the kill line from the well bore site with test plug installed، خلاص احنا حطينا التست بلاج وبنعمل تيست على الكيل لاين من الويل بور سايد يعني. How can the test pressure be bleed؟ ها انا اقدر ابلده ازاي؟ يبقى throw the pump needle valve. Throw the test pump needle valve. خلاص؟ طيب. سؤال رقم 13 بيقول لك ايه؟ Draw down test is performed with below outcomes. Which function of the BOB 13 5 8 5 k is not acceptable؟ اختار الاجابتين هنا مش acceptable. قلنا يا جماعه الريسبونس تايم. الريسبونس تايم قلنا بالنسبه للانيولر بي او بي او للانيولر بي او بي لو هو كان اكتر من 13 5 8، انما لو 13 5 8 يبقى لازم ان يكون اقل من 30 ثانيه. يبقى الاجابه الاولى اهي تايم تو كلوز 39 ثانيه، الاجابه دي غلط مش عايزينها. ثاني حاجه ايه؟ قلنا كل الرامات لازم اقل من 30 ثانيه، يبقى برضه الميدل رام لازم تكون اقل من 30 ثانيه اللي هي دي 37 ثانيه. يبقى الاجابات الصح ايه هي في الدرو داون تيست؟ ده المفروض ما يزيدش عن 39 ثانيه، وده ما يزيدش عن إيه سوري اسف ده ما يزيدش عن 30 ثانيه، وده او اقل يبقى اقل من 30 ثانيه، وده لازم اقل برضه من 30 ثانيه. طيب after performing a draw down test which of the following is considered an acceptable draw down test؟ خلاص احنا قلنا ايه بقى هو الدرو داون تيست؟ زي ما قلنا بنقفل كل الرامات close all the RAM and annular وافتح الاوبن اتش سي ار واتاكد ان الريميننج بريشر 1200 بي اس اي والتايم تو كلوز الرام اللي هو عباره عن اقل من 30 ثانيه اللي هو 28 ثانيه. يبقى الاجابه الصح ايه؟ كلوز كل الرامات all the RAM واقفل الانيولر كمان وبعدين افتح الاتش سي ار ويبقى الريميننج بريشر بتاعي 1200 والتايم اللي ياخده يبقى اقل من 30 ثانيه للرامات يعني. طيب السؤال رقم 15 بنقول while testing the BOB وانا بعمل تيست على البي او بي the bonnet is leaking which action is needed؟ يبقى لازم اغير الليكنج على طول. يبقى حضرتك هنا في الحاله ديت يبقى the bonnet seal is leaking repair immediately. السؤال رقم 16 واخر سؤال معانا بنقول what is the indication that the rubber of the cup type tester is leaking؟ بنعرفه ازاي؟ بنقول ان انت هيجي لك راجع من الدريل بايب من فوق. يبقى الاجابه الصحيحه هتلاقي فيه فلو from the drill pipe، يبقى there is flow from drill pipe. بتمنى يا رب نكون قدرنا نديلكم النهارده الدرس بالشكل البسيط الجميل ده. تحياتي ليكم واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عجبك الفيديو شير ولايك سبسكرايب القناه دي بتاعتك مش بتاعتي انا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.